اهلا وسهلا بكم حلقه جديده من برنامج عقارات ويا مايك عقراوي. ومثل ما عودناكم كل مره نشرح معلومات على موضوع العقارات وموضوع شراء البيوت. وهالسنه راح نتطرق على اكثر من موضوع وعلى تاكس سيزن وشون تقدر تسوي تاكساتك على مود تشتري. بالبدايه احب اتمنى الكل الجاليه سنه سعيده 2018 ان شاء الله تحقق الاماني كل ويا ربي الموافقين للجميع وان شاء الله كلكم تشترون بيوت. السنه اللي صار عندنا بالنسبه للحاله مال العقار، العقارات بالنسبه للبيع والشراء تقريبا صعدت عندنا بين 3 إلى 5% حسب اذا كان بيت بوحده او اذا كان مثلا تاون هاوس. وبالنسبه للاجار وهذا كان فشي كلش مفاجئ، يعني انه نفس التاون هاوس اللي كان يتاجر ب 1400 1450 هسه صار يتاجر ب 1650 1600. سو معناته الصعود عندنا بالاجار صار قريب ال 8 إلى 10%، يعني الاجارات صعدت اكثر بهواي من ما العقار صعد. وهو هذا شيء من الشغلات اللي دي يسبب لنا يعني يسموها نو انفنتوري، يعني انه البيوت المعروضه قليله، لان يا هو اللي تحكي وياه يقول لك اني مو هسه ابيع بيتي العقار دي يصعد، او مثلا يقول لك اني اوريدي ماجر ومستفاد. سو هذا اللي دا يسوي انه العرض عندنا كلش قليل والشراية اكثر من المعروض. سو هاي الشغلات كلها اللي اثرت على السوق ودا تخلي هم من البيوت دا تبقى تصاعد متزايد. سو اكثر الناس تسال هسه خوش وقت اشتري لو العقارات صاعده. وانا دائما مثل ما عودتكم اقول لك اذا انت تتاجر احسن وقت تشتري على ما تخلص من الاجار وتسكن ببيتك وتدفع بيمناتك عن توفي القرض الماخذه ويصير بيتك بالخير ان شاء الله ورا كم سنه. وبعدين انت بالنسبه للموضوع اللي عندك انه السؤال دائما يسالوه شو وقت راح ينزل السوق، هو العقار طبعا انه هي مثل انه سايكل، هو نزل قبل تقريبا 10 سنين وتقريبا هو دا يظل يصعد. السنوات اللي فاتت الصاعد مالته كان يعني ما عبر ال 10%، دائما من 3 إلى 5%، والايكونومي كله دا يصعد واحنا متوقعين صعود بعد همين سنتين دوخ. سو يمكن وراها راح يصير الماركت فلات، يعني انه ما يصعد، حتى اذا احتمال ينزل ما راح ينزل مثل ال 2006 2007، راح ينزل يمكن 10 أو 20%، لان كل السوق مستقر، القروض مستقره، كل شيء يعني مبين انه تزايد، ماكو اي شيء اشر انه لا تنزل العقارات، السوق مستمر بالصعود. بالنسبه عندنا هالسنه هذا الوقت هو احسن وقت تسوون بيه تاكساتكم، لان تسوي تاكساتك اذا انت سيلف امبلويد خابرني على 619-961-9909 واني اقول لك بالضبط ايش قد يطلع لك قرض وايش قد بالضبط تكون الفائده مالتك، على مود انت تعرف بالضبط يعني شلون راح تكون تاكساتك وشلون تحكي ويا البوك كيبر. نفس الشيء جماعه الدبليو 2 اللي هم موظفين، همينا اذا عندكم اي سؤال واستفسار، اذا تفكر انه اوه انا ايش قد يطلع لي لون، ما اعرف ايش قد راح احصل لون او اذا ما احصل لون، هواي ناس تكون يعني متوقع نهائيا ما يطلع لها لون وبعدين تخابرني ويتفاجئون انه الاقي لهم في الطريقة او هذه بحيث نقدر نطلع لهم قرض ويشترون. سو خابرني انت على 619-961-9909 واكيد انا راح اساعدك واسوي اللي اقدر عليه على مود اشوف فد يعني فد لون يناسب الحاله مالتك. طبعا بالنسبه للناس الموظفين اذا الانكم مالته محدود، يعني مثلا يسوي 15 او 20000، تقدر تخلي اكثر من واحد باللون على مود تصعد الانكم مالته، يعني انت او واحد وياك تصيرون اثنيناتكم 40000 هشكل ينحسب يعني التصاعد مال الانكم. نفس الشيء جماعه السيلف امبلويد يعني هو افرج مال سنتين، بس اكو بروجرام يحسبون على سنه واحده. سو همين هذا نشوف حسب السنين اللي انت صار لك بالبزنس. بالنسبه للعقارات شنو ايش يصير هسه عندنا؟ سنه جديده بدا العرض اكثر يصير، لان عبالنا مثلا خلينا نقول الاعياد والمناسبات وهسه الناس قامت تخلي بيوتها بالسوق. بنفس الوقت العرض هو كلش قريب بالنسبه للمشتريه. سو همين بدنا نشوف مثلا انه اليوم الصبح سويت سيرش ودا اشوف ايش قد بالضبط معروض، تقريبا اكو من 8 إلى 11 تاون هاوس معروض بايست كاونتي اللي هي كل الكاهون وسبرينج فالي ولاميسا وهالمناطق لكسايد. وبالنسبه للبيوت تقريبا اكو فد
من 25 إلى 30 بيت معروضين بهالمناطق هذه اللي هم بين 400 ل 450. So, الأسعار اللي دا تكون بين 200 ل 300 اللي هي تاون هاوس تصير بيها منافسة كلش قوية، ونفس الشيء اللي بين 400 ل 450 تصير بيها منافسة قوية لأن العرض بكلش قليل على هاي الأسعار. بالنسبة اليوم أحب يعني أشكر كل الزباين مالتي وأصدقائي، هو أكثر من زباين صار اللي صار بيناتنا علاقة كلش حلوة، واحد ساعد الله والحمد لله والشكر، إن شاء الله دائما كلهم يكونوا فرحانين. هالسنة حققنا نجاح كلش قوي بالنسبة للسنة والمبيعات، وحصلنا هاي الجائزة اللي هي مثل ديجا السنة يعني كانت أحسن 5% top 5% من 20,000 دولار في سان دياغو كلتها، وطبعا هذا يعود الفضل لكم اول شيء بيكوز انتو بتساعدوني وبتدزولي الناس وانتو بتشترون وياي، فانا كلش اشكر كل المتابعين وكل الناس بتساعدني وخاف الله عليكم. وبالنسبة لهالسنة اللي سويناه جديد، سوينا مثل تيم ويا سنتشر 21 وهو اسمه سان دياغو هومز ريالتي. So, هذا التيم اللي هو راح اخلي بيه دلالين وياي وكلتنا نتشارك على مود نساعد اكثر ناس ونبيع اكثر بيوت. Again اسمه سان دياغو هومز ريالتي، اذا تريد تدخل على الويب سايت عندنا وتقدر تدور على بيوت وتسوي سيرش وتشوف شنو اللي يعجبك، هم يعني انا اتابع وياك بالسيرش واقدر الاقي لك اللي انت تريده ونساعدك بيه. بالنسبه للناس اللي تريد تعرض بيوتها همينه ما راح اقصر وياكم، عندي هواية مشترية لست كلش كبيرة بالنسبة للأسعار من بين اللي 200 لل 500 وحتى من 500 لل 750 همين عندي another list. سو انت اذا تريد تسعر بيتك او تريد تعرف بيتك ايش قد يسوى همين تقدر تفوت على سان دياغو هومز ريالتي وتقدر تشيك سعر بيتك ايش قد يسوى او تخابرني على 619-961-9909 وهمين يعني اقدر اسوي لك CMA تسعير مال البيت واقول لك بالضبط ايش قد يسوى واجي اشوفك واقول لك شلون البيت يسوى. هالسنه متوقعين يعني من نهايه السنه صعود بالاسعار البيوت تقريبا 3%، وبالنسبه للقروض الفائده احتمال راح تصعد قريب الخمسة. سو اذا بتفكر تشتري هسه احسن وقت تشتري به قبل ما تصعد الفائده اكثر، لان هي اذا تبدي تصعد الفائده هسه بين الاربعة واربعة واثنين. وإذا تتذكرون بنفس الوقت على هاي الحلقة ما ذيك السنة كانت الفائدة 3.75، so صعدت تقريبا عندنا 0.5. so من نهاية السنة متوقعين راح تصير 5 أصعاد، so حاول إنه تشتري قبل نهاية السنة. إن شاء الله إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن معك أقرب وكيل أقاربي سنتشر 21، وتقدر تتصل بي على رقمين موبايل 619-961-9909. اهلا وسهلا بكم، واذا عندكم اي استفسار او سؤال خابرني في الدلال. شكرا من جديد وسنه سعيده مره اخرى.